فريق الهلال الليبي فاز على المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2 في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية الأفريقية في المباراة اللي أقيمت بينهم بملعب شهداء بنينة بمدينة بني غازي. وصل فريق الأهلي للمباراة رقم 23 من غير هزيمة بعد الفوز على جرماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وبكده وسع الرقم القياسي لأطول سلسلة من غير هزيمة لفريق أفريقي، وده بعد ما كسر الرقم القياسي المسجل باسم الترجي التونسي اللي وقف عند 20 مباراة فقط بلا هزيمة. نروح بقى الدوري الإسباني ونشوف إزاي أتلتيكو مدريد حقق الفوز على فالنسيا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-2025. بالنتيجة دي بيحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، وده بفارق الأهداف عن ريال مدريد وبفارق 4 نقاط كاملة عن المتصدر برشلونة، وكمان فريق فالنسيا في المركز العشرين والأخير موجود برصيد نقطة واحدة بس. فريق برشلونة حقق فوز على جيرونا بنتيجة 4-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2024-2025. برشلونة بيتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، وموجود فريق جيرونا في المركز السابع برصيد 7 نقاط. وفي الدوري الانجليزي فاز فريق ارسنال على توتنهام بنتيجه 1-0 في المباراه اللي اقيمت بينهم امبارح في قمه مباريات الجوله الرابعه من الدوري الانجليزي الممتاز. بالنتيجه دي بيحتل ارسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 10 نقاط وتوتنهام موجود في المركز ال 13 برصيد 4 نقاط. أما بقى الدوري الإيطالي في فريق نابولي فاز على كالياري بنتيجة 4-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2024-2025. بالنتيجة دي بيتصدر نادي نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط وفريق كالياري في المركز ال 19 برصيد نقطتين. احتفلت رابطة الدوري الألماني البوندسليغا بثنائية الدولي المصري عمر مرموش نجم هجوم انتراخت فرانكفورت ضد فولسبورغ، وساهم في تحقيق فوز قوي بالجولة الثالثة في البطولة للموسم الحالي 2024-2025. نشرتنا الرياضية خلصت، لكن فقراتنا الرياضية لسه ما خلصتش. محمد عفيفي دلوقتي موجود في ضيافة جمانة، ومحمد هيعمل لنا تحليل وافي لكل المباريات اللي لعبها امبارح الأهلي ونشوف ايه النتيجة وكانت ازاي. اتفضلي يا جمانة. اتفضلي يا محمد. اشكرك يا منى.